كاوا يونسي لاعب شطرنجي ناديا برخدان إيرو بطولات ناديا برخدان شيكرية بنابي شهيد زينب صاروخان ويلماز شرو وهم هاتين في بطولة هاني بليزن إن شاء الله سركفتن جي بشارة به ديروكا شطرنجي شلو هاتي يعني أو بخوا شطرنج زودي تشيبوي قال لك نسبي نشكر هنا بين هنديا تشيكري هنا بين فارسيا تشيكري وكردي ام جي كرد ام بي ما تشيكري ديروكا زودي تاريخ شطرنج زودي لعبة ملوكا يعني تشي كسي زانه وشي في ليسكي ديزن و ليسكي خوش و متخوزن يعني ابليس كاني برفرب بي يعني شي قاسي لعيبه فرب بين ومشاركات شي بين و ام قلت كيف خوش في بطوله هاني ان شاء الله دمي بيش بطوله خرتر شي بين ودعمك بترجير شي بي وان شاء الله سركفتي بشطرنج نابن فراس عيسى لعبك الشطرنج مع جوكا فالعب زهات ما مشاركة بكم طبعا بنابي نادية أسايش أم لعبك كابن كارن دبي ليستكيدا وقبل ليستكجي ليستكا عالمية الشطرنج ده يعني براستي والشطرنج خاص بكو قوتي يعني القامش له براستي قال لك بيش كتنتي ده هيا وقال لك زوبة دس بيتكن يعني براستي يعني لعبنا قلت خرت هنا يعني وكم بيجن قامش له دعمودي ده تحس كده دير كده براستي لعبنا ما قلت خرت هنا وصار مستوى يعني ليزن يعني راستي جهدنا ليست كيجي وكيرو مع مشاركة بطولة شيبو طبعا هرسال بطولة شيبن يعني سياحة شهر بطولة شيبي يعني وقلتيش بطولة شطرنج قامش المفتوحة يا بطولة رجال هيا يا كانتوني هيا مقاطعي هيا يعني بطولة قلق جمع شيد من يا رجالة ويا شبابة يا جناية يعني قلق بطولة جمع شيد من إيرو بطولة جي ما مشاركان براسي يعني مسباسيا نادي برخدان واتحاد رياضي تكن سر في قهداني وفي بطولة شكرن جبو مالباطي شهيدة براسي يعني تشتكي قلقي باشا